culimada degan Soomaaliland awe iyagana maxaad culimada Soomaaliland ay maxaad shib uga tihiin xasuuq laascaanood maad kala gar soortaan oo dhahdaan laascaanood shacabka lagu dilay waa haaraan laascaanood ma cadeysaan quraanka qabiilka way ku taala nabi maxamed quraysh waa macni laascaanood waxa iska le dhulbahantay hadii uu diido gurigiisa loo dhaaf ma dhahdaan لكن أديكنا معنيه هسواحد قد بينه وجري ده وده كدلين دول بهانتو ما حق بيان نسان أنا جو ورباهين أو جاهلين أنتن صفر السنة وحن لنا ور إس إس سي وحلي للمجران صدق قبل ما أهن لبق قبل واي ساسان لنا حق وان بيانينا كان إساقنا كم أقولان إنه معني دول كاس أنا جا كلية حكومة إنه إسكال بين دول بهانت على إنتاس أنا جا ساسان لهنا فيريا دول بانتنا معني انتي قجبانة قاركود وحي انتي حد قجبانة وحيلين كل أنا جايس كله وإحنا لدقن ملي إساق ملا لدقنا مايا جغرافيا كان سوق هذانا حق صارنا هل كله دقي دلك ولا ودلي وأنا اللي كله ليه هاي يا دلك هل كله دقي خنتو شايف إنه إلهي كعب صدى مساجد دي وكوينة يسنا هذا علاش مركي كسر جدنا كوا كونفورتا هرتا علي مدا وقوي جوكتا أما كوشك إساق كوشك أما كوشك دارات كوشك واحد دون تتكو أما كوا كين يجوكا إلهي بان كود دارتب فيري نمان دير أي دهان أي مدوك لي سوكو تكي بعد وين يبضبط يبراغو قول اللي يرادو سرع سرع هو معني ولاما بدنية قبيس قول اللي يرادو أو معني يبدالة يتلوين أبحا oo dhulka loogu yimaaday ahbar gidir sacad iyo saleeban ay ugu horeeyaan waxay dhayn guura saasa la yiraahdo nacalla idin dhalay guura firiya haa dhulkeena way guriyeen baabaha laga dhigay tignikada dawladda loo adeegsaday tii maamul goboleedka loo adeegsaday gafuurka loo duubtay bacad weyn tii lagu dhigay waa loogyaa waa la qalqalay culimo ka hadlaysa male marka koonfurta wixii jira hadii la bireynayo هدي علاش كسر جدو كن كن هدي قولي ما نعيان علماء الناس كلا معني داراتكو إيه معني إساقو ما كهاد لايان أنت بدن مد مد إلهي حق أفكي سجلي وجهنا لكن أنت بدن كم هاد لايان أمل عرملا دول كلو جيدا مريحان غريسا كتربيل اللي قلنا دقي الإمريفل ملاقيه ديسا كسمائي لو جيدا دول كيا لبوبايا يا شبلي إيه أمل هذا وحوي وهاد لايان maxay u hadlayaan waa xaq inay dhahdlaan tolkaagu waa u hadli karta laakiin aayada marka soo qaadanaysid tolkaaga kaliya xaq ma ahan xaq darro walba fiiri culimadan hadda waxay dhahay falastiin aan u hadlayna falastiin maxay tahay kuwii hoostaada ku jiray digil iyo mirifle mareexaan koofur wixii deganaa oo macnihi in adeerkaaga uu ku soo duulay taangiga gaalada u soo kaxaystay ma ka hadlaysid إلهي توفيق دانو وافجيه نما يقول الله ميتر بالا قلايا شعب كاس الله سعانود هلو قرمدو هلو قرقارو شعب وا شعب شعب يدا كلا اي صوماليا اللي قد لنا هلو قرقارو عدالة دو هشقي سبوذي الرقيت ما علم ميت باقاون سيد برسيمو ووحا الكاسي معني انا دقاي وحن رجعين اياه إلهي حق صوروا علمو يدين كان قدال اسوكو النقضة وحن اركاي نين أي دهان شيخ عبد الحرسي الله إيسو الدري سفي عن أمر دميسان إساقو شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون كودقن محال لو قد قايا شيخ مصطفى أذين كورتا إس حسابية مركا وقور ريس وحان لو قد قايا نين معني علمو حاجرتا علمو دور نر حق إنيك هذا شواي لكن قف الرماها الصوماليا كاللو برطي إنو كهد الله إيقفان كهدلين أنا قلنا لا شيء دماركن شيخ مصطفى نين إساقو قد شيء وان أوقح قف البن قبيلو كسو جيدا إساق نبكو دعيسا أما سوقا قبتي إساقو تاغن ومعني آيات دليلين هاي كعاي لها ماركن نبقى طول بو صوماليا كان عدنا ننكاسي مفرق قشادو وكا قابصادا وحي صومالي إسكو هاي ستو إيس بربورسي كيدا إساقا مقالو وهي هاي حدا حد لي ويدي دوا دالي ما تايل لي حدا hadda hadii sidaas ay leedihiin daanood oo ninkaasi maxaad u dhii weydeen markay Ismaaciil la duqeynay intaad idinku soo fariisataan iyo macnihi jubooyinka annagana waa ka hadlayna Sheikh Mustafa Dalim baa taa ka hadlay is duqeynta gada iyo macnihi loo geysanay Ismaaciil Axmed Madobe dhulka uu Kenyaantiga dadka ku leeynaa maxaa u dhii weydeen
أدي يا أهذا شا أنا جا حقا أنا أهذا الله أدي ما هو حربتين عن دولبانته أهذا الله أما إساق أنا أهذا الله مايا حق دولبانته ماله إساقنا ماله أقعدين ماله دير ماله رحوين ماله هويين ماله حق وحق جرير ماله مدبان ماله حق وحق أنا وحنا كلا يا فيري قفك آيد إلهي حمبارسن أو نهاية حقا كلا يا وحنا أبا هنا هاي إلهي ما دام علمي سي كلام كيسودي بي نبت كستو ضل كنا عدينو كهلان ربا لكن هذا أفل بدي دانا فرنايا صحواي حقي أولين لكن هدهن معني هدي أكهلي ويسد هذا ده هلي ويسد إلو نارا تاي شلينا هذا محاو هلي ويس محاو تاي مركي شلي مركي دادك لغو حسوقي كسبها يدنا معني لا سعانوت شعب كده معني الظلمي قال لغوها إيه وحان كلا سارينا علم مدان هدى شن تقارضوا نواقيس وكل دارو دا واي أفقو بيبحضا كان عدي مالاقا الله قبل الله كلا إيه كسو جدو مركي وحان لما مانتي في يدي مانا يعني حتى ناقاها نمانك قبا إذا إيهو ويديسن داب كالاقا فرايا ناق نين كده أنكر رالي أهين حوليس قرقيس اللوضة ومراي تلافن اللوضة راكين العقل لي محلال با مصدقة مركا وحان ربنا حق إنو شقيه لا سعانوت دقين تهلق دايو مرستا سوى معني إن الله يوه خلط لكن وحان ربنا سيدع علي مدان هدى أين بريهان أولان إيرك هدى سوء سوء بحين هدي ميلان ديب أو كدعو ظلمي لغوها إنا كهذا شان shaqaaqadii baydhabo ka dhacday culimada Soomaaliyeed kama hadlin damo jidida baydhabo ku duushay kama hadlin waa loo jeeday duulaan cada lagu qaaday Mailand kama hadlin culimadeena ku hada dhawaaqay baydhabo markay lagu dhagana maxaad u aamusteen culimoy oo macni intaas ku dhimatay ayaan dhawayd maxaad waa dulmi sidaan waa dulmi sidaan waa xaq maxaa u dhiweeydeen waa lagu duulay hawiya ku duulay oo markayse macni baydhabo waa lagu duulay in la baabiyaal raba marka haq dhan u raran ma jiro waxa way aayada ilaahay qofna uma heliso gaar ah qofna ma dulmiso hadiiska la kadaalika waxaan rabnaa culimadeena nafsadooda qabyaalada ay ka hadlayaan ay nooga digayaan inay iyagu ka baxaan marka ugu horeysa koow iyaga ha iska bilaabaan dulmi oo dhan ka hadlaano yeesan qabiilaynin dulmiga iyo xaqa dardaarankeena waxa way amalkana ilaahay dartiisa u qabo maxay yelee midkaad oo amal falaysa daraadi eebi uu arkayaa sahaydana bato safarka waa u dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan ani waxaan qabaa culimada rabaaniinta la iska dhaaf oo arrimaha Soomaaliya aan dhex gelin culimada rabaaniinta sheekh mustafa kamida sheekh xuseen jibuuti kamida waa culimada rabaaniinta dadkaasi afaara Soomaaliyeed iyo meel isku haysto iyo masaajid la isku haysto iyo arrimahaas maba galaan boo ku iimaaneen qulu la ilaha illa tuflihu taariikhda islaamka ku sheegayaan muslimiinta wada jirkooda ay ku sheegay maba galaan ba arrimahaas war Soomaaliye soo toosa bis intaas ay ku daraayaan marka culimada rabaaniinta yaan lagu degdegin faraha laga qaado hadii idinku aad isku milanteen oo macnaheeda aayada dhan walba la jeefiyana banana ka dhiganaysaan adinka idin taala laakiin waxaan qabaa culimada rabaaniinta la daayo culimo usu iyo culimo rabaaniya jira suuga waa kuwa dawladaha la kala safta waa kuwa qabiilaadka la kala safta waa kuwa dhan u eelan waa kuwa markaysay macnihii markay danta dawladda ka gasho aayada macnihii dhinac furaya hadiiska muqaalkan muqaalka xiga kor hadina la kala qaato balanteena waxa weey inaan ku kulanno xawdkii Nabi Maxamed (NNKH) firdawsa.